حصريا على قناة جيك بلس. كتاب دين الفطرة لجان جاك روسو، تقديم وترجمة المؤرخ المغربي عبد الله العروي. عقيدة جان جاك روسو: لن أخاطبك ولدي كما لو كنت عالما متبحرا أو مجادلا بارعا، لست من كبار الفلاسفة ولا يهمني أن أكون واحدا منهم، إلا أن عقلي سليم وأميل دائما إلى جانب الحق. لا أريد أن أجادلك، بل لا أطمع في إقناعك. هدفي الوحيد أن أعرض عليك بكل بساطة ما يكنه قلبي. ما أطلبه منك يا ولدي وأنت تنصت إلى قولي هو أن تراجع قلبك. إن أخطأت فعن حسن نية، ولا داعي إذن إلى مؤاخذتي. وإن أخطأت أنت تبع لي، فلن يلحقك ضرر كبير. لكن إذا أصبت، فبما أن عقلنا واحد وأنا المصلحة في اتباع العقل، لماذا لا تكون مثلي؟ ولدت فقيرا لأب فلاح، وكان المتوقع أن أكون فلاحا مثله. لكن بدا لأهلي أن أكسب قوتي كقس، فوجهت إلى الدراسة. كان واضحا أن الدافع لهذا الاختيار بالنسبة لوالدي وبالنسبة لي لم يكن البتة الصلاح أو الحق أو المنفعة، بقدر ما كان امتلاك ما يلزم لأصبح عضوا في الكنيسة. تعلمت ما أريد لي أن أتعلم، نطقت بما أريد لي أن أنطق به، تعهدت بما أريد لي أن أتعهد به، فأصبحت قسا. لكن لم ألبث أن شعرت أني التزمت بما هو فوق طاقتي، أعني التنكر لطبيعة الإنسانية. يقال لنا إن الضمير وهم من الأوهام التي نتوارثها دون فحص، لكن تجربتي تثبت أن ضميرنا لا ينفك يطيع أوامر الطبيعة ويعاكس كل قوانين البشر. يلح المجتمع على حظر هذا الفعل أو ذاك، لكن إن كان المحظور مما تبيحه حقا الطبيعة، وبالأحرى إن كان مما توصي به، فلا يوبخنا الضمير إلا توبيخا خفيفا. أيها الشاب الطيب، لم تلهب بعد الطبيعة غرائزك، فعش طويلا هذه الفترة السعيدة حيث لا تصغي إلا لنداء البراءة. تذكر دائما أن الوقاية من الطبيعة تضر المرأة أكثر من معاكستها. يجب أن نعرف كيف نقاوم لكي نتعلم متى يتأتى لنا أن نطيع دون إجرام. نصي باي، احترمت الزواج واعتبرته أولى المؤسسات الطبيعية وأشرفها. زهدت في ملذاته باعتناق مهنة القس، لكنني قررت ألا أنال أبدا من قداسته. رغم آثار التربية وسنوات الدراسة، كان نور الفطرة لا يزال يتحكم في ذهني. لم تفسده مغريات الدنيا بسبب استقامة وبراءة الحياة التي كنت أعيشها، كما أن ضعف الموارد أبعدني عن الشهوات التي تزين الرذائل. قراري هذا هو الذي تسبب في هلاكي. احترامي لفراش الغير كشف زلتي، فحل بي العقاب، قبض علي، منعت من مزاولة مهامي، وأخيرا طردت من الكنيسة. كنت ضحية تعففي لا تهوري. أدركت من المؤاخذات التي واكبت محنتي أنه يكفي في الغالب تضخيم الخطيئة لتفادي العقاب. قليل من التجارب التي مررت بها تدفع المرأة إلى التمادي في التفكير. رأيت بأسى أن كل تصوراتي عن العدل والأمانة وسائر الفضائل الإنسانية يفندها الواقع الواحدة تلو الأخرى. كان ينهار كل يوم قسم من التعاليم التي لقنت لي، وما فضل منها لم يعد يشكل نظاما أخلاقيا قائما بذاته. شعرت أن المبادئ أضحت تفقد بالتدريج بداهتها، فعجزت عن مواصلة التفكير ووقفت عند النقطة التي تقف عندها أنت اليوم. مع فارق هو أن الريب الذي داخلني جاء متأخرا وفي سن متقدمة، شيد إذن بمشقة وعلى فترات، فصعب التخلص منه. كنت في حال من الحيرة والشك، تلك التي يراها ديكارت ملازمة لكل باحث عن الحقيقة، وهي حال نادرا ما تطول لما يصاحبها من قلق وعناء نفساني. فلا يمكث فيها إلا من ساءت أخلاقه أو خارت نفسه. لم يكن فؤادي قد فسد إلى حد يجعلني أرضى بمثل هذا الوضع. لا شيء يشجع على مواصلة التفكير من حال امرئ راض على نفسه ساخط على حظه. رحت أتأمل وضع بني آدم البئيس، يسبحون في بحر هائل من الآراء لا دليل لهم ولا مشير. تتقاذفهم أهواؤهم الهائجة، لا معين لهم سوى ملاح غير مجرب، يجهل الطريق، لا يعرف من أين أتى وأين يتجه. كنت أسر لنفسي
أتوخى الحق، أبحث عنه ولا أتبينه، ليرشدني إليه مرشد وسأتعلق به طول حياتي. لماذا يحتجب الحق عن قلب متشوق إليه متحمس لعبادته؟ تعرضت في مناسبات كثيرة لمصائب أدهى من التي أحدثك عنها الآن، لكني لم أشعر قط بغم متصل ومتاعب متوالية مثل التي شعرت بها في تلك الفترة من حياتي، حيث كنت أتردد باستمرار من شك إلى شك دون أن أجني من طول التأمل سوى أفكار مضطربة غامضة متهافتة عن سر الوجود ونظام الحياة. كيف يمكن للإنسان أن يتخذ الشك عقيدة ويلتزم بها عن حسن نية؟ هذا ما لا أستطيع فهمه. هؤلاء الفلاسفة الشكاكون إما لا وجود لهم، وإما هم أشقى سكان الأرض. الارتياب في أمور تهمنا معرفتها وضع شاق بالنسبة للعقل البشري، لا يتحمله طويلا، يلزمه الاختيار فيفضل أن يخطئ على أن لا يؤمن. ومما كان يزيد من حيرتي هو أنني ولدت في أحضان كنيسة تفصل في كل قضية قضية ولا تدع أي مجال للتردد. إن رفضت جزءا من العقيدة مهما دق رفضت الكل. لم أستطع تصديق أحكام غير معقولة فزهدت في أخرى معقولة، قالوا لي صدق الكل فأرغموني على رفض الكل. لم أعرف عند أي حد سأقف. فاستشرت الفلاسفة، راجعت مؤلفاتهم، تقصيت آراءهم المتباينة، وجدتهم جميعا معجبين بأنفسهم، واثقين بنظرياتهم، متشبثين بمزاعمهم. حتى أولئك الذين يتظاهرون بالشك عالمون بكل شيء، عاجزون عن إثبات أي شيء، فيتندرون بعضهم من بعض. هذه النقطة الجامعة بينهم هي وحدها الصحيحة في مقالاتهم، أقوياء في حال الهجوم، ضعفاء في حال الدفاع. إن نظرت في حججهم وجدتها لا تصلح إلا للهدم. إن تعد الأصوات تلقى أن كل واحد منهم لا يحظى إلا بمساندة صوته الخاص، قاسمهم المشترك الجدل، فلم أجد لديهم ما ينقذني من الحيرة. ثم تبين لي أن أصل هذا التباين الهائل في تصوراتهم يعود إلى عجز الإنسان أولا وإلى تكبره ثانيا. الكون آلة عظيمة لا نعرف موازينها ولا نستطيع تحديد مقاديرها، نجهل مبادئها وأهدافها كما نجهل نفس الإنسان، نوعها ومحركها، بل لا نكاد نعرف بدقة هل هي بسيطة أم مركبة. تحيط بنا الألغاز من كل جانب لا يدركها الحس، فنفكها بالخيال ونظن أنه العقل. كل منا يشق طريقا خاصا به فيما يتخيل ويظن أنه الطريق الصحيح. لا أحد يستطيع أن يتيقن أن السبيل الذي يسلكه يوصله إلى الهدف، ومع هذا نلح على أن نعرف كل شيء ونرفض أن نزهد فيما لا نستطيع معرفته. نفضل أن نجازف ونؤمن بما لا يوجد عوض أن نقر أن كل حواسنا عاجزة عن إدراك ما يوجد. نحن جزء حقير من كل لا نقف على حدوده، وشاء الخالق أن نجادل في شأنه جدالا عقيما يذهب بنا الغرور إلى حد أننا نتطلع إلى معرفة حقيقة ذلك الكل والعلاقة التي تربطنا به. وحتى لو كان في وسع الفلاسفة أن يكتشفوا الحقيقة، من منهم يهتم بها؟ كل واحد منهم يعلم أن مقولته ليست أوثق تأصيلا من غيرها، لكنه يتشبث بها لأنها من إبداعه. لا واحد منهم حتى لو تبين الحق وميزه عن الباطل يفضل الحق الذي أبدعه غيره على الباطل الذي اخترعه. أين الفيلسوف الذي يتورع من خداع النوع البشري إذا كان في ذلك إنقاذ لسمعته؟ أين الفيلسوف الذي في قرارة قلبه يتوخى غير الشهرة والنبوغ؟ كل ما يصبو إليه هو أن يسمو عن العامة وأن يطفئ نوره نور أقرانه، لا يهمه سوى مخالفة الغير. إن كان بين المؤمنين فهو ملحد، وإن كان بين الملحدين فهو مؤمن. خرجت من فحص هذا الموضوع بنتيجة أولية هي أن أحصر البحث فيما يهمني في الحين والإعراض كليا عما سواه، فلا أهتم إلى حد الارتياب إلا بما تنفعني معرفته. أدركت كذلك أن الفلاسفة لم ينفوا عني الريب بقدر ما يزيدونه قوة وإيذاء، لا يحلون أي من المشكلات التي تقلقني، فأعرضت عنهم وأقبلت على دليل آخر. قلت لأستشر الوجدان، إذ لا يمكن أن يضلني أكثر مما يفعلون. إن أخطأت فعلى الأقل سيكون الخطأ مني والضرر سيكون أخف إن اتبعت أوهامي أنا بدلا من أن أصاع إلى تمويهاتهم.
عندئذ استعرضت كل الآراء التي استهوتني فترة بعد أخرى أثناء حياتي، فوجدت أن الكل لا يقنع على الفور، لكن الكل قابل للترجيح، وأن الوجدان يتقبل هذا الرأي أو يرفض ذلك على درجات متفاوتة. انطلاقا من هذه الملاحظة الأولية، وبعد مقابلة هذه الآراء المتعارضة بعضها ببعض دون الخضوع لأي حكم مسبق، تبين لي أن أولى الأفكار وأعمها هي أبسطها وأقربها إلى العقل، وأنها لم تحظى بموافقة الجميع إلا لأنها لم تعرض في ختام النقاش. لنتصور كل الفلاسفة القدامى والمحدثين بعد أن سئموا من ترديد افتراضاتهم الغامضة المستهجنة عن القوة، الاتفاق، القدر، الضرورة، العالم الروحي، المادة الحية، كل الصور وأشكال المادية. ثم يأتي في نهاية الأمر كلارك الشهير منيرا للخلق، كاشفا في النهاية عن باري الكون واهب الأشياء بأي إعجاب عام، بأي ترحيب شامل كان الجمهور يستقبل هذه الدعوة بما فيها من سمو ورفعة ومواساة وإعلاء للنفس وإقرار للفضيلة. دعوة مذهلة، ساطعة، بسيطة، غامضها أقل بكثير من المحال الموجود في غيرها. كنت أقول لنفسي: الاعتراضات التي تنفى حتى الأكثر قوة تجري على جميع المقولات لأنها تعجز العقل البشري فلا تفند أي مقولة بعينها، أما الحجج التي تثبت فحالها مختلف. من يعلل كل ظواهر الكون؟ ألا يجب تصديقه إن كان يواجه صعوبات أقل من التي تواجه غيره؟ بعد هذا لم تعد لي فلسفة سوى حب الحقيقة واختزال منهاجي في قاعدة بسيطة سهلة أعفتني من الخوض في أي جدال دقيق عقيم. على هذا الأساس أعدت النظر في كل المعارف التي تهمني مطمئن إليه قلبي من دون تردد، اعتبرته حقيقة بديهية، وكل ما ترتب في نظري عن هذه الحقيقة حكمت بأنه صحيح مقرر وغير ذلك، وضعته بين المنزلتين لا أقره ولا أنفيه، بل لا يعنيني توضيحه إن كان لا يؤدي إلى منفعة ثابتة. لكن من أنا؟ هل يحق لي أن أحكم على الكائنات؟ وعلى أي أساس؟ إن كانت إحكامي اضطرارية متولدة بالضرورة عن الأحاسيس التي أتلقاها من الخارج، لماذا أتكبد مشقة البحث عنها؟ ستحدث أو لا تحدث من دون أن يكون لي دخل في توجيهها. علي إذن أن ألتفت إلى ذاتي لأعرف الآلة التي أنوي استخدامها وجدوى اعتمادي عليها. أنا كائن لدي حواس تؤثر فيها، هذه أولى الحقائق التي يجب علي أن أقر بها. أعي نفسي، هل بوعي منفصل أم هو متصل بوعيي بالمحسوسات؟ أول سؤال أتردد في الإجابة عنه إذ لا أستطيع أن أفصل فيه فورا، ذلك أني معرض باستمرار للمحسوسات الراهنة أو المخزونة في الحافظة. كيف أعرف أن الوعي بالذات هو غير تلك المحسوسات؟ وهل يمكن أن يستقل عنها؟